اهلا وسهلا ومرحبا بكم متتبعينا الكرام. هنا اجواء مقابله ريال مدريد ضد اف سي برشلونه. المكان الابيض ليس هناك فوق الا الابيض. وجود جماهير كثيره في هذه الاثناء. بدأت بعض النزاعات في المترو. لا تلبس أقمصة البرصا فإن هنا الأبيض ثم الأبيض. العملاق المعلن ما زالت الأشغال متواصلة فيه. صحابي السلام عليكم. هنا بيع التذاكر. سأقوم بجولة دائرية في أنحاء الملعب لكي نرى ماذا يوجد هنا. خارج الملعب كما تلاحظون الملعب ما زال في أوراش البناء. سأحاول وصولي بالأفضل. الشمس حارقة هنا كما تلاحظون. الملعب ما زال في طور الأشغال. أن شيئا سيسقط بعد قليل. دخول المتفرجين الى داخل الملعب. المقابله ستبدا بعد قليل باذن الله. ونترككم والى اللقاء. ليس هناك بث مباشر لان جميع الاتصالات قطعت. وجود اقمار اصطناعيه لقنوات الكبرى توشوش على اتصالات هنا في مدريد. السبب الانترنت ضعيف جدا وذلك لوجود عدة أقمار اصطناعية وعدة قنوات ناقلة إلى هذه المقابلة. ونترككم وإلى اللقاء.